واحده الحين قاعدين يطلعون في سيره ان احنا كفتره تشريع ما لنا شغل في موضوع اللجنه وتشكيلها، ان هذه سواها انت يا شهاب وزير سابق، وزير سابق جمال شهاب، واحنا مو شغلنا موضوع ضروره ما ضروره. هذا اقول لحظه، هذا الكلام انا بالنسبه لي كلش مردود عليه. انا من اول يوم صارت اللجنه ومشاكلها طلعت بالتلفزيون وبالصحافه وبكل مكان وصرحت وقلت اخطاء في المرسوم اللي سوته الفتوى، اخطاء الفتوى ما فتحت حلجها وقالت انا ما لي شغل الخاص باللجنه العليا. زين تحكينا وقلنا فتوى ما فتحت حلجها وقالت انا مو شغلي. الحين عقب ما صارت قالت انا لا اشك، ما عندي شك في ان جمال شهاب له ايد لازم تنقص في اللي صار مليون في المية. زين ولكن انتم كان لكم دور، كان المفروض تقول يا جماعه هذا مرسوم طلع في تشكيل ترى احنا ما ندري عنه. هل كان اجتهاد يعني اجتهاد الوزير السابق لاجل تحصين شيء معين لكن اجتهاده خاطئ كان؟ عايزنا احنا نحط حسن النيه ونقول اجتهاد، انا اقول هذا لقم اندفن. زين ارجع مره اخرى واقول لك انت كفتوى تشريع دورك انك تراقب وتقول لحظه هذا المرسوم اللي انتم طلعتوه في خلل، انا ما يعني قول لهم ترى في خلل، ترى المرسوم في اشكالات، انت ما حكيت. هذا دور الفتوى التشريع؟ لا يعني محامي الحكومه، اذا هو محامي الحكومه هذا محامي الحكومه، فبالتالي اذا انت ما تكلمت حتى لو مو انت اللي مسوي اصلا، كونك انت مو مسويه يخليك لازم ترفع قرون الاستشعار. شلون طلع هالمرسوم؟ ما مر علي انا كفتوى، انا المفروض ما يطلع مرسوم الا مر علي، استشعر الخطر اي اتكلم. انت سكرت حلجك هالاشهر هذه كلها رغم ان احنا رفعنا رايات الانذار على الموضوع، والحين عقب ما صارت الصكه بروس الناس طاح الفاس بالراس الحين